بس النت عليه هو عم يطلع بالقناة. افتك هاي طاحت معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الفريق الهندسي التابع للواء الخامس عمالقة المدعوم من منظمة اليو ان دوبي. لقد اكتشفنا حقل قريب من المطاحن البحر الاحمر عبر الاغنام اللي تفجرت في هذا الحقل، وهذا الالغام اثرت على المواطنين في محافظة الحديدة، والحوثة قاموا بزرع الغام هائلة في محافظة الحديدة، وذلك ما اثر على المواطنين وعلى الاغنام